السلام عليكم ورحمة الله أحبابي الكرام، حياكم الله. ومع وصفة بسيطة جدا لتحسين المناعة في الفترة اللي احنا فيها وفي الزمن اللي احنا فيه، وصفة يعني سهلة جدا تقدر تعملها في كل بيت، وصفة من مكونات النحلة ولكنها وصفة ممتازة جدا لتحسين المناعة في زمن الوباء اللي احنا فيه، ووصفة ممتازة جدا لعلاج أمراض اللوز والرئتين فوق الممتازة إن شاء الله بإذن الله رب العالمين، تجيب معاك نتائج طيبة جدا، وخصوصا الناس اللي عندها ضعف مناعة في الفترة اللي احنا فيها. طيب الوصفة دي عبارة عن نص كوب ماء، بحط عليه نص قطارة مصل بيفينو اللي هو نص قطارة سم نحلة أو نص قطارة مصل نحلة اللي هو المضاد حيوي الطبيعي اللي بيتاخد من النحلة، سواء كان بقى مضاد حيوي ده أنت عامله من البروبليز، منقوع البروبليز فترة من الزمن وناخد بعد كده ماء البروبليز ونعمل منه قطرات للمناعة، أو كانت لدغة النحلة نفسها وبيتاخد البودر بتاعها برضه يتحلل ويترشح ويتعمل منه قطرات للمناعة. في الاثنين يعتبر سواء كان البروبليز او مصل البيفينوم من اقوى المضادات الحيويه، من اقوى المضادات الحيويه لعلاج الفيروسات، منتجات من النحله بسيطه جدا ورخيصه جدا. تمام، اللهم بلغت اللهم فاشهد. يبقى منتج بسيط جدا، عباره عن ماء وعبارة عن قطرة بروبليز أو قطرة مصل بيفينوم، قطرة لدغة النحلة أو قطرة سم النحل أو قطرة بروبليز. تمام؟ طيب جميل خالص، يعني منتج من النحل، مفيش حاجة مضرة، حاجة طبيعية ملهاش أي أضرار جانبية خالص، حاجة من النحل، عسل ومية وقطرة من البروبليز أو من مصل البيفينوم من النحلة، يعني منتجات طبيعية من النحلة. بحط عليهم معلقة عسل كبيرة، عسل طبيعي ما يكونش مضروب ما يكونش مخلوط وهكذا، يعني عسل طبيعي من حد ثقة، عسل طبيعي من مصدر ثقة، يعني عسل طبيعي يبقى فيه شفاء إن شاء الله، عسل طبيعي مكمل غذائي ممتاز إن شاء الله، عسل طبيعي فيه مضادات حيوية ممتازة جدا إن شاء الله. تمام، آخد معلقة عسل بمعلقة خشبية أو بلاستيكية وابدا بعد كده احطه فين؟ احطه في الميه. تمام، يبقى انا ايه؟ يبقى حطيته في الميه وابدا اقلب كويس. العسل لما بيتخلط مع الماء بياخد او الماء بيتشكل بجزيئات العسل، يعني كانك شارب نص كوبايه عسل مع التخفيف، يعني مع التخفيف غير مركزه ولكنها مخففه سهلة الامتصاص، بشربها بسهولة، الأطفال يشربوها والكبار يشربوها والكل يقدر يشربها بشكل سهل جدا إن شاء الله. العسل الطبيعي النقي النظيف الغير مخلوط ممتاز جدا لكل الأمراض، ممتاز جدا لكل الناس. تمام؟ الوصفة يا جماعة ببساطة جدا أنا عملتها من نص كوباية مية، نص قطارة مصل بيفينوم، معلقة عسل كبيرة، خلطتهم على بعض وجيت ايه بسم الله وجيت شارب. دواء يا جماعة، دواء طبيعي ناس كتير جربته وكانت نتائجه ممتازة قوي في الفترة اللي احنا فيها. حاجه طبيعيه ملهاش اي اضرار جانبيه، حاجه طبيعيه محدش هيحاكمك فيها، لانها من منتجات النحله، لانها من المناحل الطبيعيه الموجوده في الطبيعه عندنا. لا احنا لا الفنا دواء ولا اخترعنا دواء ولا عملنا دواء ولا الكلام ده كله، ده عسل طبيعي وقطرة بروبليز أو قطرة مصل بيفينوم، قطرة لدغة النحلة، والبروبليز ده منتج من منتجات النحلة عادي، بس سواء كانت لدغة النحلة
او البروبليز، الاتنين فيهم مضادات حيوية قوية جدا لعلاج الالتهابات ومقاومة الفيروسات. فاحنا بناخد حاجة طبيعية بنحطها على نص كوباية مية على معلقة عسل كبيرة ونقلب، وقبل اي وجبة بساعة اشرب الكوباية دي في الفترة اللي احنا فيها دي، وخصوصا الناس اللي عندها امراض هتلاقي نتيجة حلوة جدا لتحسين المناعة. يا رب اكون افدتكم بحاجة بسيطة. بحبكم في الله، القاكم على خير، السلام عليكم.